مش محتاج اقول لك انه البدايه اكيد في الزمالك ومع الزمالك، ولا يخفى على احد ما يحدث حاليا داخل النادي نفسه، داخل النادي بمعنى داخل النادي. وخليني اقول لك القصه باختصار شديد. هناك اوصف لك الموضوع، ما هو الاعلام ما بقاش اعلام الا اذا كان بينقل النبض الحقيقي اللي بيحصل في الشارع، الا اذا كان ده تغيب. فحقيقه الامر انه هناك حاله غضب شديده جدا جدا من جمهور نادي الزمالك. الجمهور واضح كمان انه هذا الغضب منقول الى اعضاء الجمعيه العموميه داخل نادي الزمالك اللي متواجدين حاليا جوه النادي، وعندهم انجاز التعبير اعتراض واحتجاج شديد على تعيين الدكتور عماد البناني كرئيسا للجنه الحاليه. طيب الموضوع باختصار شديد، وبرضه عشان ابقى برضه برصد لك اللي حاصل وبقول لك الرؤيه عامله ازاي. الرؤيه او اللي حاصل انه اللواء حسن موسى من اختاره هي الجهه الاداريه، من اختاره ومن عينه هي الجهه الاداريه، هي مديريه الشباب والرياضه. اللواء حسن موسى جه يوم الاثنين مش يوم الاحد. طيب المعيار ايه جمهور الزمالك بس؟ طب انت جبت اللجنه بناء على اي معيار؟ اديتني معايير واضحه؟ لا ما اديتنيش. خلاص انت اخترت، انا ماليش حق الاختيار، انت اخترت تمام. اللي جاي بقى بعديه، ها ثم انه حسن موسى ما بقاش موجود، فكان ايه السبب؟ جمهور الزمالك بيسال. نفس الفكره فيما يتعلق بتعيين دكتور عماد البناني. انا عارف انه كل جمهور نادي الزمالك دلوقتي في الوقت الراهن اللي انا بتكلم فيه عايز يسمع وعايز يفهم وعايز يعرف، وفي وقت تدفق المعلومات من حق الناس ان هي تستفسر وتفهم، ومن حق الاعلام انه يبذل مجهودا علشان يوصل الناس ويوصل الناس ويفهم الناس الموضوع.